الحمد لله رب العالمين يؤيد بنصره عباده المؤمنين ويحقق الحق ويبطل الباطل. سبحانه وتعالى هو الناصر لعباده إلى يوم الدين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، من حسن الطالع أن تكون هذه السهرة الإيمانية الرمضانية عن يوم بدر، ففي مثل هذا اليوم 17 من شهر رمضان وفي السنة الثانية من الهجرة التقى الجمعان والتقت الفئتان، فئة كافرة تحاد الله ورسوله بقيادة صناديد الكفر من قريش وعلى رأسها أبو جهل، وفئة مؤمنة مباركة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقى الجمعان وتنزلت ملائكة الرحمن لتكون مددا لأهل الحق على أهل الباطل، فكان النصر للرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته الأبرار. وكان يوما فارقا في تاريخ الدعوة الإسلامية، كان يوما فارقا، ولذا سمي بيوم فرقان لأنه فرق بين الحق والباطل. سهرتنا هذه نستهلها وكالمعتاد إخوة الإيمان والإسلام بهذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة المؤمنون، كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينة، وكانت في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك وهذه السهرة الرمضانية الطيبة والتي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، من ليالي الانتصارات. والحقيقة أن شهر رمضان ارتبط بالعديد من الانتصارات في تاريخ الدعوة الإسلامية، ففيه كان يوم بدر الذي نحتفي به ونحتفل هذا اليوم الذي فرق بين الحق وبين الباطل. أيها الإخوة المؤمنون، وحول يوم بدر وانتصارات المسلمين في هذا اليوم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثنا فضيلة الدكتور على الله الجمال من شباب علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. فيوم بدر هو يوم من أيام الله، وربنا يقول وذكرهم بأيام الله. وأهم شيء في يوم بدر البداية، هذه هي البداية الحقيقية بين الحق والباطل، البداية الفاصلة بين أهل الحق وبين أهل الباطل. كان لابد وأن ينتصر المسلمون في هذه المعركة، وبالفعل كانت البداية مشرفة مشرقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعو وظل يناجي الحق سبحانه وتعالى حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. وتعلمنا من يوم بدر أن العبرة بالكيف لا بالكم، فالعدد لم يكن متكافئا إذا قارنا عدد المشركين بعدد المسلمين، وربنا يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وفهمنا من يوم بدر أن السر في النصر كان في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقالوا أعز أمر الله يعزك الله، وقالوا من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فالسر كان في الالتجاء إلى الله، كان في التذلل إلى الله سبحانه وتعالى،
لذا قال الحق سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ومع كل هذا التأييد، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، قام بتعبئة الجيش، قام بوضع الخطط والترتيبات العسكرية لهذه المعركة، فأخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد لاحظنا أن الله أيد المؤمنين بالتثبيت في عدة أمور. ففي مرة يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الأمر الثاني أن الله قلل أعداد المشركين في أعين المسلمين، ويقللهم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر الآخر الطمأنينة التي أنزلها الله على المؤمنين بأن ألقى النعاس عليهم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وفي النهاية بعدما انتصر المسلمون وانتصر رسول الله، نظر رسول الله إلى المشركين وهم قتلى، قال لهم: لقد خذلتموني ونصرني الناس، كذبتموني وصدقني الناس، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وفي النهاية: لا يعلو صوت فوق صوت الحق، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالسر كان في طاعة الله وفي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله ولي التوفيق. من فضيلة الدكتور على الله الجمال، استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة وهذا الحديث الطيب عن يوم بدر، يوم الفرقان، يوم أن التقى الجمعان وكان النصر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللحق الذي يؤيده. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يمن علينا دائما بنصره وتأييده. نرفع الآن أكف الدعاء والضراعة ونبقى مع المبتهل الشيخ عمر فرحان وهذه الابتهالات الدينية. يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، وبدر أي وهجد من ضياها أضاء القلب فاستوحى هداه. وبدر أي وهج من ضياء أضاء القلب فاستوحى هدى، وذكرني يوم بدر، وذكرني بصورة مصطفى يقود المؤمنين إلى جناه، يقود المؤمنين إلى جناه، إلى النصر المبين، إلى التفاني، إلى النصر المبين، إلى التفاني، إلى قمم الجهاد، إلى ذراها. وذكرني دعان في لظاها يموج بلهفة تحني الجباه، وصوت المصطفى المختار طه يناجي خالقه.
خالق الكون الإله وصوت المصطفى المختار طه يناجي خالق الكون الإله إلهي لست تعبد إن أتاها لا كن يا إلهي أو عرى فهذه قوة نذرت قواها لدعوتها ولن ترضى سواها. فهذه قوة نذرت قواها لدعوتها ولن ترضى سواها وهذه كثرة حرمت هداها وهذه كثرة حرمت هداها فأحنت للأباطين الجباها وهذه الحرب قد دارت رحاها وهذه الحرب قد دارت رحاها فأجب يا ربي دعاها فجاءته الملائك من سماها لتنصر قائد الأبطال طه وتنصر جند دعوته لتبقى مدى التاريخ مرفوعا لواءها.